وإمام آخر كان على وضوء لكنه أحدث أثناء الصلاة، فما الحكم في هذه المسألة أيضا؟ كذلك ينصرف ولا يجوز له يستمر، وإما أنهم ينتظرون ولم يجي يصلي بهم، أو يخلف واحد يصلي بهم، وهذا محل خلاف، هل يستأنف من جديد أو يكمل الصلاة. الصحيح أنه يكمل الصلاة، لأنه الإمام دخل في الصلاة وهو على وضوء، فرق بينه وبين الأول الذي دخل على غير وضوء، هذا دخل وهو على وضوء، فيستخلف من يكمل الصلاة بهم. نعم.